السلام عليكم خاوتي، رانا في مدخل بسكرة لطريق باتنا كيما نقولوا، كيما الرومبوان الكبير. احنا رانا درك حدا الحماية المدنية في انتظار وفد قادم من ولاية سطيف الحق حتى البريكة. والوفد هذا سلام، الوفد هذا يعتبر انه حامل للراية الوطنية. الوفد هذا راه حامل للراية الوطنية، والراية الوطنية هذه تسلم من ولاية لولاية. يعني مبادرة، كانت مبادرة من بعض المواطنين لإيصال الراية الوطنية من ولاية لولاية. كانت من سطيف سلمت من ولاية سطيف سلمت إلى مواطنين في باريكا، من باريكا وسلمت لمواطنين في الوطاية، وهي الآن راهي في مدينة بسكرة. في مدينة بسكرة ستسلم إلى مدينة سيدي عقبة، ومن بعد راح من بعد ما نشا لبالنا احنا وين راح توصل من رومو تهبط لتحت، راح تجوب الولايات كل. سلام خونا، شراك لاباس؟ اه ما كيما الرومبوا هذوك الروح. ها يا خلاص نورمال، هاي نقدموا كيما الرومبوا برك. ها حضور اشراح شي لا ريبونس ترجع لي ذا وينها تك لايف. اي خلاص هذا بعد هذا لا لا هذا ها هو الرومبوان. ها كيما باب الصحراء، ها هنا كيما باب الصحراء. ايمن انا في مدخل بسكرة. وعليكم السلام يا خويا. واش صرا؟ صرا انه بعض من المواطنين من ولاية سطيف قاموا بال من عين ازال بال بالتحديد. ها راني مصور، انا راني مقابل. بالتحديد من عين ازال قاموا بمبادره هي شاعر العرب محمد جربان. شاعر هاو بوكا الشيخ فهمنا فيها، الشيخ فهمنا المبادره اللي راهو يقوم بها، اللي قاموا بها المواطنين. هي مبادره من الاستاذ شاعر العرب محمد جربوعه لاحترام وتقديس الرايه الوطنيه، رايه الشهداء، رايه نوفمبر، لاعطاها رايه. دقيقه الشيخ عودنا برك الميكرو كان بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مبادرة من شاعر العرب محمد جربوعة، انطلقت من عين أزال نحو باريكا، من باريكا اللوطاية، من اللوطاية الآن راهي في مدينة بسكرة. المبادرة وش هي؟ المبادرة هي لاحترام الراية، الراية الوطنية اللي هجمت في خلال الحراك من عدة أشخاص ومن عدة مدن، لاحترامها وإعطائها رمزية تنطلق من مدينة سيدي عقبة، مدينة الفتح سيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه، وتجول كل مدن الجزائر لتنتهي ينتهي بها المطاف في مدينة معسكر، مدينة الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. نعم بارك الله فيك الشيخ. والراية الوطنية وين الراية الوطنية اللي تتسلم؟ باش طارقة أرواح طارقة. ها الهام لي سجل ها سجل سجل هذا. معليش تعطونا يعني فكره على هذا الشيء، على المبادره هذه والشيء العلم هذا اللي كنا منينو باش يبان الدم هذا. اهم زيد تفتح باش يبان لك مليح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العلم جاء من عين ازال، من مبادرة قام بها الدكتور جربوعة محمد جربوعة، وبذلك جاء على عن طريق دائرة باريكا مرورا بالوطاية لاستقبلنا احنا في دائرة الوطاية. فالمبادرة هذه هو انه العلم هذا يحاول يجوب كما قال الاستاذ القطر الوطني كامل. راح يروح من ولاية بسكرة الى سيدي عقبة فتح الفهري عقبة المنافع الى خنشلة، الى ولاية خنشلة، ومن بعد يجوب حتى يوصل الى ولاية معسكر. بون المبادرة هذا فيها بعض البروتوكولات اللي هو انه نقوم بعملية فصل الاصبع
وبصمه الدم هنايا وكي فوالا من مكان فوالا وكتابه من سلم واستلم من قال البريكة سطيف ولا جاي من سطيف نعين زال راح البريكة في 22 جوا جا البسكره اللوطايا بصم الاستاذ في 22/6 حنا نروح نزيد نسلموه يا سيدي سويت وربي قدرنا ان شاء الله على المبادره يا رب العالمين. شكرا جزيلا ان شاء الله يا ربي وان شاء الله المبادره هذه تلقى استحسان من الجميع الجزائريين ان شاء الله على العموم ان شاء الله. يعني هي الاخ في رغم يعني بساطتها انا يعني ما نشوفوش كاين تكليف ولا ذاك لكن في رمزيتها في الحقيقه يعني ان تجول يعني الرايه الوطنيه تجول التراب الوطني نحو اي شبهات بالنسبه لشفافيه العلم الوطني في القطر الجزائري برك فقط يعني وهذا ان شاء الله ان شاء الله يعني يعني تجوب وتبعوها بالصفحات ويتبعوها يعني بالاعلام وان شاء الله سيصير بها تكون تغطيه اعلاميه من صفحات باذن الله باذن الله التغطيه الاعلاميه تاعت غالب مثلنا لانه حراكنا مبني على صفحات يعني صح فيسبوكيه للأسف يعني للاسف نتمنى يعني راهو مدير تغطيه كبيره الصفحات الفيسبوكيه هي اللي راهي مدايره التغطيه الكبيره للحراك هذا نهبطوا ان شاء الله البسكره ونروحوا لسيدي عقبه ومن سيدي عقبه يجونا جماعه خنشله نتلاقاو باذن الله نتلاقاو في زريبه الواد ان شاء الله. هاو الشيخ راح يقول لنا كلمه. المبادره هذه ماهيش حزبيه معناتها كل المواطن مهما كانت الانتماءات تاعو السياسيه يشارك فيها لانه الرايه هذه تجمع كل الجزائريين هذه اهم شيء فيها. بارك الله فيك الشيخ. هاو الشيخ يفهمنا يفهمنا الشيخ في الروجيستر برك هذا اللي الروجيستر اللي راهو هزو مع الرايه الوطنيه وشي الغرض منه وشي هو هذا الروجيستر الغرض منه انه اي انسان يستلم العلم يسجل هنا الاستلام الاستلام من المدينه الى المدينه للناس اللي استلمت العلم هذا والمدينه والاسم المدينه والتاريخ والتاريخ والساعه والساعه اللي استلموا فيها العلم الوطني هنايا من انطلقت من عينازال وهنا في باريكا وهنايا وليد بسكرة لوطايا وان شاء الله ان هي ان شاء الله مسارها محدد ولا حيكون ان شاء الله شبه عفوي يعني من ولايه الاستقبال لا من ولايه لولايه ان شاء الله حتى نجوب الولايات كامله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. درك الوجهه وين يعني الوجهه الى خنشله درك الوجهه من سيدي عقبه ومن سيدي عقبه نتلاقاو مع الشخص اللي يستلمها من خنشله ان شاء الله ان شاء الله هي على طريق الزريبه ان شاء الله وتلقاو في الزريبه باذن الله. المنبر هذا نوجد نداء للناس اللي تسمع فينا اي انسان حاب باش يجي يستقبل نكون ان شاء الله اول شيء حفاوه الاستقبال معروفه على ناس الزبان كان في ولايتنا ولا في الولايات المجاوره ونداء رانا في الدخله تاع بسكر هنا انا في الهواء الطلق يعني لهنا ماذا بينا حتى اللي راح يجي يستقبلها يكون ان شاء الله تواجد شعبي وذا الرايه الوطنيه رايه البلاد زي ما تقول لها مليون ونص شهيد اقمي وخلكم ان شاء الله عني سنه غدوه ان شاء الله غدوه باذن الله ربع صلاه العصر في جامع سيدي عقبه انطلقوا من هنا وتلاقاو ليه ان شاء الله حبينا ندير وقفه قدام مسجد عقبه بن نافع الفهري من ثم سلموها للشخص اللي راهو جاي من خنشله الاخ هذا ما نعرفوش شكون المهم راح يجي سفيان الاخ سفيان يجي يتقاسموا معه الطريق يعطولو الاخ سفيان بدوره يزيد يسلمها سيدي سويت كيف هاك هي مش مربوطه يعني مع يلحق الانسان يلحق قال الشخص اللي راهو جاي برايه الوطنيه مش مربوط انه ما يلحق لازم يسلمها قادر كيما نقولوا تبات عنده غدوه يمدها لا هذيك هي كيما احنا ذاك اليوم ان شاء الله تبات عندنا غدوه نروح فاتها في بسكره غدوه وحبيت نوضح يعني شوفوا رمزيتها برك لانه نعتبر انه العلم رمز من رموز السياده الوطنيه يعني ورمز للشيء اللي وحدنا نجمه وهلال هذه فقط كما قلت يعني هذه انا استحسنها يعني صراحه يعني يعني تبين باللي هذا العلم راهو ماتوا من اجله رجال وسال دم على جال البلاد هذه رجال اي دم الشهداء هذه رايه الشهداء وكانوا الشهداء يرفعوها هذه في وقت الثوره ونتمناو يعني تلقى استحسان كبير عبر الوطن كامل عبر تراب الوطن. وقعة جغرافية تسمى الجزائر ما دام رانا في دولة تسمى الجزائر دولة من رموزها ورموز سيادتها هو العلم الوطني. احترامنا لهذه الدولة هو احترامنا لرموزها أحد رموزها هو العلم الوطني.
اطلافي للتذكير فقط عندنا الاخ مغترب يعني من فرنسا جانا ضيف جانا ضيف يعني ما لحق هو من الايروبور جا قعد معانا وبعد شويه كان حقنا لحقنا ميساج قالوا لنا باللي فوالا راهي هي كاينه المبادره هذه يعني جات كيما نقولوا احنا رب صدفه خير من الف مئات زهر وان شاء الله هذا العلم يقطع البحر ويدير يدور الولايات كما في الجزائر من مارسي لباري ثم حتى في خارج الوطن ان شاء الله ان شاء الله هو حب حبنا احنا بعد ما نوحدوا بعضنا عالمنا هذا يحتل العالم كل يكون من فرنسا نبدا ولا ان شاء الله والحمد لله يعني كانت عنده هو اليوم يعني نقدر نقولوا الحظ هكا انه كيجي يشوف باللي البلاد بدات فيها ملامح تاع تغيير ملامح تاع تطوير البلاد هذه ان شاء الله شاف درك يعني الحمد لله حضر مع المجموعه كل مع خاوتنا اللي راهم من نقدر نقولوا من بلديات بسكره ومن كافه ربوحه واللي كانت تستقبل في العلم الوطني اللي جاي من الولايات